بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا شرح جديد، هنتعلم مع بعض إزاي نضيف صفحة الفيسبوك أو قناة اليوتيوب داخل مدونة البلوجر بتاعتنا. هنضيف زرار اللايك لصفحتنا على الفيسبوك داخل المدونة، وهنضيف زرار السبسكرايب أو الاشتراك لقناة اليوتيوب داخل المدونة. تمام، الموضوع أبسط مما تتخيلوا، لكن طبعا مش لدرجة إن أنت هتاخد اللينك أو الرابط بتاع صفحة الفيسبوك أو اليوتيوب وتحطه كوبي وتاخده كوبي وبيست وتحطه في المدونة يظهر لك الزرار بتاع اللايك او سبسكرايب. طبعا الموضوع ده خاطئ، لان في ناس كتير عملت كده وما ظهر لهاش الزرار بتاع اللايك او سبسكرايب، ظهر لها اللينك داخل المدونه بشكل حروف مكتوبه. تمام، طيب هتعمل الموضوع دوت ازاي؟ طبعا انا هنا لو رحت على المدونه بتاعتنا زي ما احنا ملاحظين، انا هنا ضايف صفحه الفيسبوك وتحت منها لايك، تمام، وضايف كمان قناه اليوتيوب وفي منها تحت منها اسم القناه وزرار السبسكرايب او الاشتراك. تمام، اول حاجه هتروح على لوحه التحكم بتاعت المدونه بتاعتك، وبعدين هتدخل على التخطيط. تمام، بعد كده تعمل إضافة أداة، هتيجي بعد كده تختار HTML JavaScript اللي هو مربع الأصفر ده. تمام، تضغط عليه مرة واحدة، وبعدين هتيجي تكتب العنوان هنا مثلا إيه، تابعنا على الفيسبوك. تمام، في ناس بقى بتاخد رابط الصفحة بتاخده كوبي وتحطه هنا بيست في المربع الكبير ده على أساس إن يظهر لها زرار بتاع اللايك. طبعا الكلام ده خاطئ. بعد ما هتحمل الأكواد بتاعة الفيسبوك واليوتيوب، تمام، هتفتح الكود بتاع الفيسبوك، هتلاقي هنا حاجه اسمها رابط صفحه الفيسبوك. تمام، هتقوم جاي محددها كده اهو، عامل لها ديليت، وبعدين هتروح تجيب رابط صفحتك من على الفيسبوك او الصفحه بتاعتك. تمام، تاخدها كوبي، وبعدين هتيجي تحطه هنا مكان الكلمه اللي انت مسحتها. تمام، هتتحرك يمين كده شويه، هتلاقي برده رابط صفحه الفيسبوك، هتقوم جاي محددها، تمام، وعامل لها ديليت، وتحط مكانها رابط الصفحه. بعد كده كليك يمين وتعمل سيلكت اول عشان تحدد كل الكود بما فيه الرابط او اللينك بتاع الصفحه، وبعدين تاخد كليك يمين تقول له كوبي، تمام، وتروح على الاداه اللي انت ضفتها، كليك يمين تقول له بيست. تمام، زي ما احنا شايفين نزل لي الكود وكمان داخل او داخله الرابط بتاع صفحتي على الفيسبوك. تمام، وهدوس على حفظ. بعد كده هروح تاني على لوحه التحكم، وبعدين هعمل عرض المدونه. طبعا زي ما احنا شايفين نزل لي الاداء اهي. تمام، لو رحت هنا على المدونه بتاعتي دلوقتي هلاحظ ان فعلا نزل لي تابعنا على الفيسبوك. تمام، ادي الصفحه بتاعتي ظهرت واسمها وزرار اللايك. لو انا عايز اضيف بقى اليوتيوب هيكون برده بنفس الطريقه، هروح على لوحه التحكم، تمام، وبعدين هعمل اضافه اداه، وبعدين هاجي هنا على HTML JavaScript، تمام، وهكتب هنا مثلا اشترك في قناه اليوتيوب. تمام، وبرده الكود بتاعها هتكون انت حملته. تمام، هتروح تقفل بس دي كده، وبعدين هتفتح كود اليوتيوب. تمام، هتلاقي هنا حاجه اسمها اسم القناه، احنا عايزين هنا نكتب اسم القناه بتاعتنا. هروح هنا على اليوتيوب، تمام، وهجيب اسم القناه من الرابط بتاع القناه، مش من الاسم اللي بيظهر لي قدامي على الشاشه، لا انا عايز اسم القناه من اللينك بتاع القناه نفسه. تمام، لو لاحظت هنا هلاقي youtube.com يوزر سلاش واسم القناه. تمام، هقوم جاي محدد اسم القناه اللي هو بعد كلمه يوزر. تمام، هحدده كده اهو، واخده كوبي، وبعدين هروح على الكود همسح اسم القناة دي، وهعمل كنترول في لاسم القناة الجديد اللي هو بيست. تمام، كليك يمين سيلكت اول، وبعدين كليك يمين واقول له كوبي. بعد كده هروح على الاداة بتاعتي واعمل هنا كليك يمين واقول له بيست، نزل لي الكود باسم القناة، هدوس على حفظ. تمام، بعد كده هرجع تاني هنا، لو لاحظت هلاقي اشترك في اليوتيوب فوق والفيسبوك تحت. لو انا عايز اعكسهم بسحب اي واحدة فيهم كده اهو، مثلا هخلي الفيسبوك فوق، تمام اهو بالمنظر ده. بعد كده اعمل حفظ الترتيب، بعد كده هضغط على عرض المدونه واشوف اليوتيوب ظهر لي داخل المدونه ولا لا. تمام، زي ما احنا شايفين بالفعل ظهر لي اشترك في اليوتيوب وظهر لي تابعنا على الفيسبوك. طبعا اي اضافه بتضيفها داخل المدونه بتاعتك على الجنب هنا او من خلال التخطيط لازم يكون ليها كود محدد. تمام، سواء كان الفيسبوك او اليوتيوب مثلا، او انت عاوز تضيف القائمه البريديه، او عاوز مثلا تضيف في المواضيع الاكثر مثلا زياره او اي حاجه، بتضيفها من خلال كود معين. تمام، مش مجرد ان انت بتاخد اللينك او الرابط وتحطه داخل التخطيط فيظهر لك زرار او يظهر لك حاجه، لا طبعا الكلام ده غلط، لازم كل حاجه وليها كود. تمام، فكل اللي عليك ان انت تدور على جوجل او تدور في اي مواقع خاصه بالمدونات او الاكواد وتدور على الكود بتاعه وتجيبه وتحطه داخل المدونه بتاعتك. تمام، ده كان شرح بسيط لاضافه اللايك الفيسبوك وسبسكرايب اليوتيوب داخل مدونه البلوجر. روابط تحميل الاكواد هتكون موجوده اسفل الفيديو على اوريجينال سوفت وير. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم ويكون الناس استفادوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.